بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل وإياكم برنامجنا التدريبي، خلصنا من المحاضرة الأولى وخلصنا من المحاضرة الثانية، واليوم إن شاء الله عز وجل نكمل المحاضرة الثالثة. قبل لا أبدأ في المحاضرة أشكر جميع الذين تفاعلوا، سواء بالأسئلة سواء بالردود سواء بالنقاشات، أيضا اللي دعوا وقالوا جزاك الله خير. أقول وإياكم إن شاء الله عز وجل الردود والتفاعل يعطي دعم قوي، يعطي حافز قوي، والشكر موصول دائما للمنصة اللي استضافتني واستضافتكم، منصة رواق. الأسئلة، بالنسبة للأسئلة احنا نحاول دائما تكون الأسئلة بسيطة بس انها تكون شاملة للمحاضرة، لكن إذا سلمت المهمة وطلعت لك الدرجة ما عاد يمديك تعيد المهمة. احنا عندنا 6 محاضرات إن شاء الله عز وجل في هذا البرنامج، كل محاضرة فيها مهمة عليها 10 درجات، يعني 6 محاضرات من 10 درجات ب60 درجة، ويبقى لنا الاختبار النهائي إن شاء الله عز وجل 40 درجة، 60 و40 100 درجة، ويكتب في شهادتك إن شاء الله عز وجل الدرجة اللي حصلت عليها. لكن المشكلة أن بعض الطلاب أو بعض المتدربين أو المتدربات استعجلوا بالأجوبة، لدرجة أن بعضهم حصل في الاختبار الأول في المهمة الأولى الواجب الأول أقل من الدرجة 60، وأقل من 60 تعتبر درجة عدم نجاح في المهمة طبعا، لكن ككل في المادة لا، إلى أن آخر المادة ونشوف كم المجموع يطلع فوق 60 ولا لا. درجة النجاح في هذه الدورة إن شاء الله عز وجل هي من 60، يعني الشخص اللي ركز على المهمات الست في 6 محاضرات ويجيب في كل مهمة 10 درجات كاملة، وأعتقد أنها سهلة، راح يوصل إن شاء الله عز وجل للـ60 بدون ما يدخل بدون الاختبار النهائي، وتصير الاختبار النهائي بس عشان يرفع الدرجة من المقبول إلى الجيد، ومن الجيد إلى الجيد جدا، ومن الجيد جدا إلى الممتاز، وإن شاء الله كلكم ممتاز. فاجتهد من الآن في حل المهمات أول بأول، لا تكثر على نفسك المهمات، لا تأجلها إلى آخر شيء. أنا أعطيت مجال إلى 20 مايو إن شاء الله عز وجل في حل المهمات ككل، والاختبار إن شاء الله عز وجل أول ما ينزل راح نوضح المهلة اللي فيه. نكمل وإياكم إن شاء الله عز وجل برنامجنا التدريبي بعد ما تكلمنا عن الدماغ ومهمة الدماغ وغذاء الدماغ، وتكلمنا عن التفكير والتفكير الإبداعي. بدأنا بالتفكير الإبداعي، إلى الآن ما تعمقنا في التفكير الإبداعي، والأشخاص اللي يقولون لسه الدورة ما لها علاقة في الاقتصاد أو في اقتصاديات تريز، نحن بدأنا من التأسيس من الأساس، لا تستعجل. نحن عندنا 6 محاضرات، محاضرة إن شاء الله عز وجل اللي هي المحاضرة الماضية الأولى كانت عن الدماغ وعن وظائف الدماغ وعن غذاء الدماغ، وهذا يهمنا لأنه الأساس. المحاضرة الثانية كانت عن أنواع التفكير والتفكير ومفهوم التفكير، وبداية في التفكير الإبداعي. المحاضرة الثالثة اللي اليوم إن شاء الله عز وجل راح تكون عن التفكير الإبداعي. محاضرات القادمة إن شاء الله عز وجل الرابعة والخامسة والسادسة راح تكون عن ربط الاقتصاد بالتفكير، وهو اللي نسميه اقتصاديات تريز، لكن ما كنا نقدر ننتقل مباشرة لاقتصاديات تريز إلا لين نمر بالخطوات السابقة. كنا على أساس إن في متطلبات لدخول هذه المادة، أنك تكون عندك خلفية في التفكير، عندك خلفية في تريز، عندك خلفية في وظائف الدماغ، لكن ما كنا نقدر نحكم جميع المتدربين أو المتدربات بهذا الشيء، لذلك اضطرينا أن نتدرج حبة حبة. وأعتقد الله العالم أنكم يعني ما انضريتوا، أخذت معلومات عن الدماغ، أخذت معلومات عن غذاء الدماغ، وأخذت معلومات عن التفكير وعن أنواع التفكير ومفاهيم التفكير، وراح نأخذ معلومات اليوم إن شاء الله نستكمل الجزء الأخير في المحاضرة الماضية عن التفكير الإبداعي. نبدأ على بركة الله. خصائص الإبداع، وش يعني ايش الميزات اللي في الابداع؟ الابداع ظاهره فرديه وجماعيه، وهذا راح نتعرف عليها قدام ان شاء الله عز وجل في منظومات الابداع. ظاهره انسانيه عامه، يعني ما في شخص بحد ذاته فقط مبدع، لا، الكل. علم نظري تجريبي مو نهائي، صح اليوم خطا بكره. على التفكير الاحاطي، المبدع قادر على ملاحظه التناقضات والنواقص في البيئه والنواقض في البيئه. وزي ما في المحاضرة الماضية قلنا أنواع التفكير، تفكير تجانبي، تفكير تباعدي، تفكير، كل هذه من أنواع التفكير توجد في بعض البشر
واحدة منهم ثنتين منهم، إذا الكل عنده تفكير، إذا الكل إن شاء الله عز وجل يقدر يرقي هذا التفكير إلى المرحلة المتقدمة ويصير تفكير مبدع.